بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، متابعي ابو كبير ميديا في كل مكان، بنرحب بحضراتكم في لايف وبث مباشر. معاكم محمد شلتوت هنا من بولاء ابو العلا. يعني قابلنا وليد طبعا 27 سنه، شغال في مهنه طبعا كلنا يعني مش عارفينها، يعني كتير مننا ما يعرفش عنها معلومات. هي مهنه صناعه الاساس بالبامبو او الخرزان كده زي ما بيقولوا، مهنه طبعا قديمه جدا جدا، وزي ما عرفنا ان هي يعني تقترب من الانقراض. فنعرف بالظبط تفاصيل المهنه من وليد، يعني طبعا هيحكي لنا كل حاجه النهارده ان شاء الله مع حضراتكم في ابو كبير ميديا، وهيحكي لنا هو بدا امتى وازاي. وليد بنرحب بيك ومنورنا وشرفنا في ابو كبير ميديا. عامل ايه؟ نعم الحمد لله، كله تمام. علي صوتك بس شويه. تمام زي الفل، كله تمام الحمد لله. عرف الساده المشاهدين بنفسك كده الاول. وليد زهري، صنايعي بامبو. وكنت شغال في شركات قبل كده اهوت، وعندي ورشه في بلاء ابو العلا. عندك ورشه في بلاء ابو العلا؟ في بلاء ابو العلا. بس فبظل الظروف، الخامات اللي احنا فيها ديت والاسعار اللي انت شايفها ديت والدنيا مش مظبوطه، فحتى الخرزان نسبه الخرزان قلت. طب قبل ما نعرف تفاصيل دي، احكي لنا ايه هي مهنه الخرزان، لان في ناس كتير مش عارفاها. يعني مهنه الخرزان منشقه من كذا حاجه. داخله مثلا في الكراسي، داخله مثلا في اوض نوم، انتريهات، اوتيهات، كل حاجه. بالنسبه للكانيه، عندنا كانيه بيتعمل منه الدهور بتاعت السراير، دهور الترابيزات، كل حاجه يعني. كل حاجه ده بالنسبه للكنيه. في الامويل زي كده اهوت. ده عباره عن ايه بقى؟ ده حضرتك قطوع. ده قطوع. زي نظام مثلا برافون. فاهمني؟ ده كذا في منه الخشب اهوت لسه ما اتعملش. يعني هو بيبقى زي كده. ده الخشب شاسيه خشب زي كده اهوت ما اتعملش. واحنا بنجدله زي كده اهوت. ده الظهر. ده الوش بتاعه. طبعا دول بيتشالوا الحاجات ديت. بس احنا بنحطها على اساس ايه؟ العارضه ديت ما تضمش. العارضه دي ما تضمش، فانا حاطط زي ده لك دوت على اساس ايه؟ سويسات العارضه ديت ما تضمش ولا فوق ولا لتحت. فاهمني؟ بس وبعد كده الاسترج بقى بيشتغل بقى ورايا. الايه؟ الاسترج بعد كده بيشتغل ورايا. الاسترج بيشتغل ورايا. بيشتغل ورايا بقى يفنش بقى هو بقى شغله. طب عايزين نشوف برضو، يعني في حاجه كده احنا شايفينها عايزين نعرفها منك كده، دي ايه؟ يعني لو تيجي معانا كده توريها للساده المشاهدين. يعني دي ترابيزه يعني قرصه بتاعت سفره. قرص السفره، كنت مطلع لسه امبارح الكراسي بتاعتها. ست كراسي ممكن اوريهم لك دلوقتي برضه. تمام. دي القرصه بتاعتها، انت لسه هتحط لها ازاز. دي بقى كلها ده الخرزان. ده خرزان او البامبو زي ما بيقولوا. ده تخانه من التخانات. في منه تخانات اعلى من كده واتخن من كده. دي سعرها كام ده؟ معرفش والله، ده هو مهندس جايبها لي كده اهوت فرجيه، والمفروض ان انا ايه اشد الكلام ده اهوت. انت هو حتى مصنعيتي هو جاب لي البضاعه. فطبعا زي ما قلت لك ان البضاعه متفاوته، البضاعه عاليه غاليه. فاهمني؟ انت بتتكلم النهارده في الكيلو ده خله ب 600 جنيه. وكل واحد تاجر بيبيع حسب مزاجه. فاهمني؟ فمين والفئه اللي بتاخد الحاجات دي هي الفئه الايه؟
الفئه عامه. انا كنت لسه اسالك يعني هل الفئه اللي بتاخد منك الحاجه دي اللي هي العاليه؟ الفئه العاليه مين اللي هيدخل النهارده كرسي في بيته وتمنه مثلا 1000 ونص؟ كرسي ممكن يوصل كرسي 1000 ونص ويعدي ال 1000 ونص كمان. والله والله اللي هو من صناعه البامبو، اللي هو من صناعه البامبو، من الخامات عاليه، الخامات نفسها غاليه. انا بكلمك في جول قش ب 600 جنيه الصناعي. استخدم كمان القش في ده. هم بقى دلوقتي بقى طلعت بقى حاجه اسمها الرتان، شغل جديد بقى الرتان ده، اللي هو بلاستيك بقى زي كده. هو مثلا زي كده ده بلاستيك، ده بلاستيك اهو. بص انت مش هتفرقه، بلاستيك ده من القش، ادي ادي ده الطبيعي طبعا، ده القش الطبيعي، ده الصناعي بلاستيك. يعني الاغلى بقى القش الاغلى طبيعي. طبيعي طبيعي. ده هو اصلا بيريح الجسم، هو اصلا البامبو بيريح الجسم عامه. انا كنت يعني لسه هسالك يعني ليه برضو الناس بتضطر يعني ان هي مثلا تجيب حاجه من صناعه البامبو؟ ما هو البامبو طبي مهما انت لما واخذ قعدت على الكرسي، الكرسي مريح، غير مثلا لما يكون كرسي مثلا بلاستيك، حاجات زي كده، حاجات صناعيه زي كده، حاجات متصنعه بتسخن الجسم. وانا المفروض ان انا اقعد على حاجه ما ازهقش منها او ما اتعبش منها. هو البامبو خرزان طبيعي سبحان الله. دلوقتي بص اهو شايف ده بلاستيك. ده بلاستيك اتعمل زي الامويل اللي احنا شغالين بيه دوت. زي الامويل ده. شوف انت الكيلو ده بكام والكيلو ده بكام، انت فاهمني؟ انت الزبون اللي بيجي لك انت بتقول له ده هو ده موجود وده موجود، وهو عنده ايه؟ يعني مثلا عايز يعمل صيانه للطقم، هل عايز هو الصيانه بتاعته تبقى بامبو ولا تبقى طبيعي ولا تبقى رتان؟ انواع ما أنواع. حسب ما انواع. قول لي بقى عندك حاجه ثانيه عملتها موجوده يعني قصدي غير دول؟ في عندي على التليفون بقى حاجات في الاسبته زي كده. انت النهارده تورينا السبت. انت النهارده السبت ده ما تلاقوهوش. ده انت النهارده السبت ما تلاقوهوش. انت بتتكلم في ان الخامه دي النهارده زي ما اقول لك 600 جنيه الكيلو. ولما تروح لواحد عنده ضمير يقول لك طب 550، طب 560، عنده ضمير؟ ما عندوش ضمير يبيعه لك ب 600 جنيه. يضرب انت الكيلو في الجرام بتاع دوت، شوف بكام، فين مصنعيتك وفين السبت؟ السبت زي كده يوصل له ل 60 جنيه 70 جنيه، فين الزبون اللي هيشتريه؟ فطبعا بياخدها الفئه، فين الزبون اللي هيشتريه؟ فين الزبون اللي هيشتريه؟ طب عايزين نعرف كمان يعني الناس برضو بتسال مثلا اغلى قطعه عملتها كلفت قد ايه؟ اغلى قطعه عملتها في حياتك او اشتغلت فيها يعني. بص مفيش حاجه اسمها اغلى قطعه، هي مش حاجات اغلى قطعه، حكايه ان ممكن يكون كرسي صغير، كرسي صغير بس الكرسي ليه ثمن. بس الكرسي ده كرسي مثلا الهزاز ده هوريه لك دلوقتي على التليفون، كرسي هزاز النهارده الكرسي ده مثلا يخش له في 100 سنه 105 سنه، كرسي كوربي انجليزي بيتعمل قاعده وظهر كانيه، النهارده بيخش له في 6000 جنيه الكرسي ده. 6000 جنيه الكرسي ده. زمان كنت بتاخده من بتاع البيكيا ب 200 جنيه ب 300 جنيه في مصر الجديده لما كنت شغال. ده النهارده الكرسي ده عامل 6000 جنيه. انت المهنه دي قلت لها دي لك 27 سنه 27 سنه فيها او يمكن اكتر والله من 27 سنه. خلي بالك الورشه دي انا اللي اتعلمت فيها. الورشه دي انا اللي اتعلمت فيها، فمش عايز افرط فيها ومش عايز اسيبها. بس انت قلت لي ان المهنه دي يعني تقارب من الانقراض كده. ما فين طيب؟ ما انت النهارده البضاعه دي بقد ايه؟ فين هو الناس اللي هتشتري الكلام ده؟ هو الفئه عاليه. بس هي ما كانتش وراثه، مش لا مش وراثه، لا مش وراثه. طيب اخيرا بقى عايزين نعرف برضو وتقول للناس عنوانك فين، لان الناس اللي بتسال يعني لو حد عايز يعمل شغل مكانك فين؟ ماشي في بولاق ابو العيله 29 شارع عبور الترجمان. بولاق ابو العيله. بولاق ابو العيله. بتقف الساعه كام الساعه؟ انا باجي الصبح الساعه 9. 9 9 الصبح لحد بالليل. لحد بالليل بقى زي ما انت شايف، كان قاعد مستني مهندس عشان ياخد الشغل، ياخد القرصه ديت عشان يكمل بقيه الشغل عشان يسفروا ايه الغردقه. فاهمني؟ بس او التليفون بتاع اللي عايز تاخده برضه خدوه. لما يعني خليها في الكومنتات يعني. ماشي مفيش مشكله. عايزين بقى يعني اخيرا الناس عاجبها، الناس طبعا في ناس كتير مش عارفه مهنه صناعه البامبو. فالناس بتدعمك بتقول لك كمل، لان فعلا الشغل ده بيعتمد برضه بخلاف على الصنع الفني، يعني برضه انا حاسس ان انت ايه؟ اهو انت بتتكلم في حته فن برضه. انت بتتكلم في خبره 27 سنه. يعني الكلام ده ما بيتعملش بالسهل. 27 سنه انا يعني فنية. يا استاذي انا بفضل الله بفضل الله ممكن اعمل لك
اي سبت سبت صغير كده او اباجوره او ابليج او اي حاجه على الهوا على الهوا من غير اي قالب من غير اي استنبه. ما شاء الله خبره طبعا. ها من غير اي قالب من غير اي استنبه تفهمني يعني خلاص بقى دخلت المرحله. بس فين بقى الشغل يعني؟ احنا عايزين مثلا لو حد عنده طقم ما يرموهوش. انت النهارده الكرسي تكلفته كام؟ انت النهارده الكرسي تكلفته كام؟ ما ترميهوش. انا بشوف في ناس بترمي الكراسي. لا طب ما تصينها، ده هتبقى ثروه عندك. ما تصينها وشدها. يعني مثلا ده ممكن يكون يتكلف كام مثلا؟ دوت انا بقول لك انا المهندس يعني مثلا دوت واخد له مثلا الخامات مثلا يعني دوت واخد له مثلا في حته 2 كيلو ونص 3 كيلو. 2 كيلو ونص 3 كيلو. اه بس انت بتعمل الحاجه دهيت انت بتنساها. انت بتنساها. غير اني بكلمك في حاجه طبيعيه مش حاجه صناعيه، حاجات الياف صناعيه والكلام ده، كل الكلام ده بيسخن الجو. انت النهارده لو عملت كرسي بالقعده دهيت مهما هتقعد لما اخذ القعده بتاعتك مش هتسخن، ظهرك مش هيوجعك. هو الخرزان كده. بشكرك جدا جدا حبيبي يا رياس. حبيبي يا رياس. نورنا في أخبير ميديا. الناس كلها بتشجعك وبتقول لك كمل وان شاء الله يعني ربنا يرزقك ويفتح عليك بإذن. حبيبي الله يخليك حبيبي. مبسوط معاك جدا. تسلم لي الله يعزك. تسلم لي. مشاهدينا الكرام، مشاهدي ابو كبير ميديا، زي ما حضراتكم شفتوا يعني كنا مع وليد اقدم واحد هنا في صناعه البامبو او الخرزان كده زي ما بيقولوا، وشرح الحقيقه تفاصيل المهنه النهارده معانا في ابو كبير ميديا. كان معكم محمد شنتوت، وشكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه